يحاول هذا الفريق من المهندسين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة إصلاح العطال في هذه الأجهزة الطبية، لكن دون جدوى. سلطات الاحتلال تمنع منذ أشهر دخول قطع غيار إلكترونية وتعرقل دخول أجهزة جديدة منها كما تقول السلطات الصحية. هذه الأجهزة أجهزة قديمة، بعضها تعدى عمره 10 سنوات، وبالتالي مع كثافة الاستخدام لا سيما في فترة كورونا بدأت الأجهزة تتعطل بشكل دوري. وزارة الصحة أعلنت تراجع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى العناية المكثفة ومرضى كورونا في مراكز الفرز التنفسي بسبب مماطلة إسرائيل في السماح بإدخال هذه الأجهزة. جاء 3 مرات رفض متكرر من جانب الطرف الإسرائيلي لمنع دخول هذه الأجهزة إلى قطاع غزة. 6 أجهزة البيزك أو الثابتة ما يقارب 4 شهور أيضا، وجاء رفض أيضا لعدم دخولها لقطاع غزة. استمرار منع إسرائيل دخول الأجهزة الطبية سيفاقم أيضا من أعداد المرضى على قوائم الانتظار، وسيستنزف أجهزة أخرى قد تتعطل في أي لحظة. منظمات حقوقية محلية انتقدت كذلك استمرار إسرائيل في وضع قيود على دخول هذه المعدات وغيرها من أدوية، اضطر في ذلك عقابا جماعيا وانتهاكا للحقوق الإنسانية والصحية لسكان القطاع. صالح النطور، العربي، قطاع غزة.